السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعني سعدنا وشرفنا وجود أساتذتنا الكرام، الأستاذ الدكتور أحمد العباسي خريج هندسة القاهرة سنة 1986، مشروع كباري المعدنية، ماجستير في الهندسة الإنشائية سنة 1990، دكتوراه في الهندسة الإنشائية 1994، أستاذ مشارك عام 2000، استشاري تصميم المنشآت الخرسانية سنة 2001، وأستاذ المنشآت الخرسانية 2005، وأستاذ بجامعة جازان إلى الآن، وله أكثر من 40 بحث منشور في الدوريات والمؤتمرات العالمية، وله 3 كتب منشورة، ونفذ وصمم العديد من المنشآت. أستاذنا الكبير. والدكتور إليا حنين هو أستاذ مساعد بجامعة أسيوط قسم الهندسة المدنية، وحصل على البكالوريوس الهندسة المدنية كلية الهندسة جامعة أسيوط 2001، وماجستير الهندسة المدنية كلية الهندسة المدنية جامعة أسيوط 2006 في تخصص الهندسة الإنشائية، وحصل على منحة شخصية من جامعة نبراسكا الأمريكية عام 2009 لدراسة الدكتوراه، ونال درجة الدكتوراه في الهندسة الإنشائية عام 2012، وحصل على العديد من الشهادات المعتمدة زي شهادة السيرتيفايد بروفيشنال سيفل إنجينير، وسيرتيفايد ستراكشر إنجينير، وسيرتيفايد بريدج انسبكشن تيم ليد، وبروجكت مانجمنت بروفيشنال بي ام بي، وعمل في عدة أماكن على سبيل المثال معيد من عام 2001 ل 2009 في قسم الهندسه المدنيه كليه الهندسه جامعه اسيوط، وعمل مدرس مساعد من عام 2006 ل 2009 قسم الهندسه المدنيه كليه الهندسه جامعه اسيوط، وباحث ومدرس مساعد من عام 2009 ل 2012 جامعه نبراسكا الامريكيه، وشغل منصب استراكشر ديزاين انجينير من 2012 ل 2014 في امباير انجينيرنج، وشغل منصب سينيور ديزاين انجينير من 2015 ل 2017 في اوماها بابليك باور ديستراكت، وشغل منصب سينيور ديزاين انجينير من 2017 ل 2018، وشغل منصب سينيور ديزاين انجينير من 2018 ل 2020 في اوماها بابليك باور، وصاحب شركة بنتون استراكشر في امريكا، واستاذ مساعد بجامعه اسيوط قسم الهندسه المدنيه. تشرفنا بحضرتك يا باشمهندس الدكتور. والمهندس محمود راجح سينيور استراكشر ديزاين انجينير، واشتغل في عده مشاريع في الوطن العربي، مصر والامارات والسعوديه وقطر، واشتغل في تصميم مشاريع قوميه زي مستشفى 500 500 في مصر ومدينه لوسيل في قطر، واشتغل في مجموعه ابراج في الامارات وخاصه دبي، وعده مشاريع في السعوديه وخاصه في مكه والمدينه، محاضر معتمد من اوتوديسك، وقدم العديد من دورات تكنولوجيا البيم في عدد من الشركات والهيئات زي هيئه قناه السويس وشركه بروجكت وغيرهم. ومعانا برضو المهندس محمود فتحي تكنيكال انجينير ان فيمكو ستيل ان جده، واشتغل سابقا في شركات زي شعفار مصر، وكان مسؤول عن التكنيكال اند الميثودولوجي لمشاريع الان اس اف في الموقع. طبعا معانا اساتذه لينا كبار وعظام ودايما بتعلم منهم، والاساس بتاعنا النهارده ان ناس كتير عندها اسئله في موضوع السفر، وناس كتيره محتاره في حاجات كتيره جدا، فعشان يعني نسهل على نفسنا استضفنا الساده الافاضل دول، احنا ضيف عندهم هيجاوبونا على بعض الاسئله ان شاء الله. ده بعد اذنهم. نستاذن حضرتك دكتور احمد العباسي ودكتور ايليا ومهندس محمود. مهندس محمود نبدا. بسم الله الرحمن الرحيم. يسعدني طبعا ان انا التقي بالزملاء، وهل تحب ان انا نتكلم شويه، كل واحد يتكلم شويه وبعدين نبدا الاسئله؟ خلاص تمام، مع حضرتكم اي موضوع حابين تتكلموا فيه، وان شاء الله الاسئله برضو موجوده، واي حد عنده اي سؤال يكتبه بس في التعليقات، ونوجه للاستاذ الافاضل اي حد فيهم حاول حابب ان هو يجاوب يعني نتشرف بس. اتفضل يا دكتور. تمام اوكي. يعني انا هقول كده في عجاله عشان اترك المجال للزملاء اللي معانا عن المزايا وعيوب السفر من وجهة نظري. يعني هو انا في السعوديه كاستاذ في جامعه جيزان من 2008، يعني اولموست داخل على 15 سنه. يعني انا شايف من وجهه نظري ان اهم مزايا السفر، اكيد طبعا اول حاجه بتيجي في بال الواحد هي النواحي الماليه، اكيد العائد المادي
للي بيسافر بيبقى أعلى من لو باقي في مكانه في بلده يعني. طبعا احنا عارفين ان مفيش حاجة في الدنيا كلها مزايا او كلها عيوب، لازم هيبقى في موازنة بين المزايا وبين العيوب، وكل حالة هيبقى لها الحل الأمثل يعني، او الوضع الأمثل اللي هو يختاره ويبقى مناسب ليه هو شخصيا ولأسرته وهكذا يعني. فلو اتكلمنا على المزايا زي ما قلت، الناحية المالية طبعا هي أول حاجة بتيجي في بال اللي بيسافر، يحسن من دخله. النقطة التانية برضو اللي ممكن تعتبر ميزة هي المنافسة. طبعا أنت لما بتروح تشتغل في مكان خارج بلدك هتبقى في منافسة، وغالبا بتبقى منافسة شرسة على البوزيشن أو المكان اللي أنت هتشتغل فيه، فده بيخليك تشتغل على نفسك أكتر وأكتر، ما بترتاحش إلا لما تطور من نفسك وتبقى جاهز لأي تحدي جديد يقابلك في شغلك. فده هيخليك تتعلم كل يوم حاجة جديدة، تقرأ كتب جديدة، كودات جديدة في المجال بتاعنا كهندسة يعني. طبعا أنا بتكلم على المهندس عموما، مش مهندس التصميم بس، حتى مهندس التنفيذ طبعا لازم يكون على دراية كاملة بالكود الحديث اللي بيشتغل في البلد اللي هو بيشتغل فيها. طبعا لو هو في بلده مثلا موظف حكومة ولا حاجة يعني، في جهة حكومية كمهندس، هو ضامن وظيفته وضامن ترقيته وضامن كل شيء، ف غالبا بيحصل له ريلاكسيشن وما بيطورش من نفسه مع الوقت. طبعا ده بيبقى حاجة مش يعني مش كويسة يعني، ان الواحد يعني يفضل على المعلومات اللي اتخرج بيها من مثلا 20 30 سنة ولا حاجة. ده بالنسبة للمزايا. العيوب طبعا الغربة طبعا قاسية جدا، ما حدش بيبقى مستريح في الغربة، وخصوصا لو كان يعني هو محب لبلده وفي حنين ليها دايما، وطبعا في ذكريات الطفولة والشباب والصبا وكل شيء. وخصوصا طبعا الغربة بتبقى قاسية لو انت متغرب لوحدك يعني، سايب أسرتك في بلدك لظروف بقى يعني، مثلا ظروف التعليم مش قادر تاخدهم معاك، بيتعلموا في الجامعات او في مدارس وانت مش قادر تجيبهم في نفس البلد اللي انت فيها يتعلموا يعني، او في اسباب اخرى يعني، فالزوجة بتشتغل وما تقدرش تسيب شغلها وهكذا. فالغربة طبعا قاسية، ودي اول ضريبة بيدفعها المغترب. فالغربة والبعد عن الأهل دول أهم حاجتين. لما هترجع بلدك هتبقى فيه مشكلة الحقيقة، وخصوصا اللي قعد مدة كبيرة. لو أنت مثلا صاحب مكتب، كنت عندك مكتب هندسي، وطبعا اللي خلاك إن أنت ما تكملش فيه إن هو يعني ظروف بلدك ما كانش فيها الشغل كفاية، فقررت إن أنت تسافر علشان تلاقي مكان فيه شغل أحسن ويجي لك دخل أكتر. غالبا لما بترجع بيبقى الناس نسيتك وكأنك بتبتدي من الصفر، فده طبعا نقطة لازم تتاخد في الاعتبار. برضو لو أنت في مكان حكومي واخد أجازة بدون مرتب ولا حاجة ورجعت، الزملاء معاك في الشغل مش هيبقوا مرحبين قوي بأنك أنت ترجع وتاخد مكانتك، يبقى تترقى مثلا تبقى الرئيس على واحد ما سافرش زيك يعني، بيبقى فيها شوية نواحي نفسية يعني بتتولد. فلو هي دي المزايا وهي دي العيوب سريعا كده، انت بتدرس تشوف انت بالنسبة لك تحط كده لكل نقطة ويت وتديها درجة، وفي الآخر وطبعا درجة موجبة يعني، والعيوب تديها درجة بالسالب، وتشوف ايه الدرجة اللي هتطلع المحصلة وتقرر هتسافر ولا لأ.
لكن برضو في حاجة مهمة في المزايا، متعة السفر وإنك تشوف بلد جديدة وثقافات جديدة، ولو بتسافر بلد ثقافتها قريبة من ثقافتك، و يعني أنا مثلا في السعودية وأنا مسلم، ففرصة إن أنا أمارس شعائر العمرة كل ما سنحت الفرصة أو الحج وكده، طبعا دي ميزة من المزايا الكبيرة. وهكتفي بكده علشان ما أطولش عليكم، والزملاء الآخرين يكملوا إن شاء الله. شكرا لكم. شكرا يا دكتور أحمد، يعني والله مستمتع جدا إن حضرتك معانا، ويعني أستأذن لو دكتور إيليا برضو يعني يقول لنا حاجة بسيطة عن السفر وكده. شكرا جزيلا لشمس محمود على تنظيم اللقاء، وشكرا دكتور احمد، وشكرا لشمس عمر سليم. وطبعا يعني من الحاجات اللي الناس كثيره قوي بتسال عليها موضوع السفر. فلما نيجي من نتكلم على موضوع السفر، يعني انا بيرسونال عشان سافرت في امريكا وعايش في امريكا دلوقتي، ففي حاجة مهمة جدا لازم نسأل نفسنا: ما هو الغرض من السفر؟ هل أنا عايز أسافر دراسة ولا عايز أسافر شغل؟ الدراسة تختلف تماما عن الشغل، ده نظام والشغل له نظام تاني. الحاجة برضو المهمة جدا اللي بتأثر في موضوع السفر وقرارات السفر، اللي هي: هل أنت مريض؟ هل أنت متزوج؟ ولا هل أنت سنجل؟ تأثير السفر على الأسرة نفسه، تأثير السفر على الأسرة. لو أنت لوحدك الموضوع هيبقى إلى حد ما سهل، لكن لو أنت مثلا مارد ومعاك أطفال، طب أنت هتسافر إيه الغرض من السفر؟ هل الغرض من السفر الهجرة؟ هل الغرض من السفر هو بس الشغل وتحسين الوضع المالي؟ طيب هل ينفع أسافر وأسيب أولادي في مصر او في البلد ماي هوم اون لاند اللي هي بلدي الاصليه، وانا اسافر 3 4 5 سنين ابني مستقبل الاولاد؟ هل الضريبه تستاهل ان انا اسيب اولادي ويتربوا بعاد عني لمده مسافه قد ايه؟ فمهم جدا لما باخد قرار السفر لازم اكون يعني مش مجرد قرار سهل، مش مجرد قرار سهل، لا، مهم جدا ابقى دارسه كويس وادرس القرار تاثيره على الاسره نفسها. على سبيل المثال انا يعني مش بتكلم عن نفسي دلوقتي، بتكلم على حد مثلا اخذ قرار ان هو يسافر ويسيب اسرته. للاسف للاسف وكلنا والزملاء اللي سافروا يعني ما اقوله دلوقتي، يعني ما حدش بيستكفى عند السفر سنه 2 3 4، ملهاش ليميت. لأني لو مسافر شغل ملهاش ليميت، مسافر حسن الوضع المالي، ما هو سقف الليميت للوضع المالي؟ ومن أسوأ إن إحنا نقعد بره في السفر وأسرنا، مثلا لو أولادك في مصر وإنت في بلد تانية، بتلاقي عيالك بيكبروا وإنت ما عشتش معاهم طفولتهم. لما بتروح بتسافر كل 2 3 أسبوع أو كل شهر سنة أو كل سنة شهر تقعد معاهم، بتحس إن هم غربة، ما بتحسش الجو الأسري اللي أنت كنت تحلم بيه. على النقيض الآخر، لو أنت أخدت أسرتك معاك، طب ما هي التحديات والصعوبات اللي أنت أخدت لما تيجي أنت مثلا سافرت بلد ثقافتها مختلفة، اللغة مختلفة، ال 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 عشان تأدي الشعائر الدينية مختلفة، سواء كان كريشن أو كان مسلم أو كان وات ايفر الديانة ايز، الثقافة بتاعت البلد وتأثيرها على الأسرة شكلها إيه؟ الثقافة بتاعت البلد وتأثيرها على الأسرة شكلها إيه؟ خد بال حضرتك لما بتسافر بأسرتك أنت ما عندكش حد، ما عندكش حد، فأنت بتبقى مستحمل كل شيء، يعني الأولاد مسؤوليتك والشغل مسؤوليتك والزوجة مسؤوليتك، لكن لما انت بتبقى في مصر
ممكن عندك قرايبك حواليك ممكن كتير قوي يساعدك. من احدى المشاكل اللي بتحصل في سبيل المثال في السفر مثلا، انك انت لا قدر الله ما حد بيدخل المستشفى بتبقى وحيد، لا عارف بينك من الشغل وبينك الاولاد والبيت، اخدت اجازه لك اجازه محدوده. فالسفر في حد ذاته يعني سلاح ذو حدين، محتاج ان حضرتك تفكر فيه كويس، محتاج انك تدرسه كويس، محتاج تدرس تاثيراته على الاسره وعلى حياتك الشخصيه، وتدرس تاثيراته كمان على رجوعك لما ترجع مصر ان شاء الله تاني، او ترجع بلدك الاصليه تاني. فده اللي حبيت يعني المشاركه الرئيسيه اللي حبيت يعني اقولها في الاول عن موضوع السفر وازاي بقى تفكر فيه بالشكل ده، واترك الفرصه للزملاء الباقيين. شكرا دكتور إيليا. أنا هستأذن المهندس محمود، أنا بس هقول حاجة بسيطة وبعدين إن شاء الله هو يدخل معانا برضو. الحقيقة يعني بعد الكلام الدكتور أحمد ودكتور إيليا هم لخصوا كل حاجة تقريبا، و يعني الحمد لله كان عندنا فرصة إنه يكون عندنا دكتور أحمد يمثل السفر لدولة خليجية، وعندنا الدكتور إيليا يمثل السفر لدولة زي أمريكا. فأنا هتكلم من وجهة نظر برضو الإمارات. الإمارات الميزة فيها أنها عربية أوروبية، يعني لو أنت موجود في دبي أو شغال في دبي هتلاقي نفسك دايما كأنك في جو أوروبي، فدايما هتلاقي نفسك يعني لو أنت مش عارف أو أنا أصلا يعني حابب أن أنا أسافر بس للخليج، أو حابب أن أنا أهاجر لأوروبا أو كده، أو ايه الاصلح ليا، فدايما اللي بيبقى موجود في دبي بيبقى واخد مميزات الخليج ومميزات اوروبا وعيوب الاتنين برضو في نفس الوقت. يعني مميزات اوروبا في انه كل حاجة هنا كتكنولوجيا او كده متطورة جدا، وعيوب لغة انه دولة عربية وخليجية كل حاجة تمام اوكي، لكن اغلب الناس اللي انت هتقابلهم مش هيكونوا بيتكلموا غير انجليزي، فهتبقى زي تيست ليك هل انت فعلا لو سافرت اوروبا هتقدر ان انت تعيش، هتقدر ان انت تشتغل وتواجه الثقافة دي او لا. لو اتكلمت عن مميزات وعيوب السفر هو نفس الكلام تقريبا اللي قاله استاذنا الدكتور احمد والدكتور ايليا. المميزات انت مسافر يعني تقريبا طالما خليج يبقى مش هيكون سفر للتعليم، هيكون سفر ل الفلوس. والحقيقة إن كان فيها شكل تعليم غير مباشر مش تعليم أكاديمي، لكن لو أنت بتتكلم كمهندس هتلاقي عندك فرصة مشاريع أكبر، فرص مكاتب أكبر، خبرة أكبر، تتعامل مع كل الثقافات، يعني سواء كان هندي باكستاني مصري سوري لبناني، كل الجنسيات عربية وغير عربية موجودين، وكل الليفلز بتاعت المشاريع من أول الفيلا لحد ناطحات السحاب بتلاقيها موجودة، فبتدي لك غزارة كبيرة جدا في الثقافة وفي الفكر وفي التعامل مع الآخر. يعني إحنا في مصر متعودين إن إحنا دايما كلنا مصريين كلنا زي بعض كلنا نفس الثقافة، لا أنت هتلاقي ثقافات مختلفة ودي هتأثر في حياتك بشكل أو بآخر. ومن ناحية الكارير هتعلي من الكارير بتاعك جدا، من ناحية الفلوس فطبعا يعني أغلبنا أو كلنا بيسافر للخليج علشان خاطر يحسن من وضعه المالي. بالنسبة للعيوب بالذات يعني زي ما قال الدكتور أحمد، لو أنت متعلق ببلدك، وأكتر الناس يمكن المتعلقين ببلدهم يعني اللي جايين من الصعيد والأرياف، أنا من الأرياف، ف البلد بالنسبة لي دي حاجة يعني مقدسة، فدايما هتلاقي نفسك بتفكر في البلد. يعني انت ككيان موجود بره، لكن كقلب وروح وفكر وكل المشاعر فعلا متجهة لوطنك الأم. وممكن يعني انا عارف انه اغلب الناس اللي هيكونوا موجودين معانا هيقولوا لا انا ما بصدق الاقي فرصة، واصل انت سافرت واصل انت مش عايش معانا او كده. فالحقيقة إنه كل الناس فعلا فعلا طول ما هم موجودين في بلدهم، سبحان الله، يعني كنت فاكر إن هو ده كده مثلا إنه الناس كلها بتحن لمصر، بس لا، هتلاقي السوري رغم الظروف هيبقى برضه عاوز يرجع سوريا، هتلاقي اللبناني رغم الظروف عاوز يرجع لبنان، المغربي نفس الكلام.
فهو الحنين للوطن ده فطرة ربنا خلقنا جوانا الفطرة دي، فهتلاقينا دايما جوانا ان احنا عاوزين نرجع لوطننا. والمشكلة الأكبر انه اذا انت سايب بيتك او سايب اسرتك فعلا في بلدك وانت مسافر لوحدك، فهيكون الوضع صعب شوية. وزي برضو ما قال الدكتور إيليا انه السفر ملوش حدود، يعني انت بتفتكر ان انا هسافر سنة، هسافر 2، هسافر 3، خلاص ظبطت وضع المالي، الدنيا تمام وهرجع. الفكرة بقى ان انت اساسا يعني مش عارف، سبحان الله، يعني البني ادم يعني عينه دايما بصر قدام، فكل ما يكون معاه مثلا فلوس، لا انا لسه عاوز اكتر، معايا فلوس، لا انا لسه عاوز اكتر، طب معايا فلوس، لا انا خلاص ولادي بدأوا يكبروا ويخشوا ثانوية عامة او جامعات او كده، فمحتاج فلوس اكتر عشان نكفيهم، فهفضل كمان شوية. فبتكون المحصلة انه سنين العمر فعلا بتجري وانت مش حاسس، لحد لما مرة واحدة تحصل لك مثلا مشكلة او تعب او كده، فتكتشف المشكلة الكبيرة ان هي انت فعلا لوحدك، انت فعلا موجود في مكان تشتغل فيه، على عكس لو انت موجود في مصر او سواء في بلدك سوريا او لبنان او ايا يكن البلد، وطنك عموما، لو لا قدر الله حصل لك مشكلة بتلاقي كل اهلك حواليك، كل جيرانك معاك، بالذات في الارياف زينا كده ما شاء الله، يعني البلد كلها تدوس ليها معاك. يعني ممكن انت تبقى وانت موجود في مصر متضايق من الموضوع ده، لكن لما تبقى بره ولا قدر الله يحصل لك وعكة صحية او كده، تكتشف انه مهم جدا جدا ان هم موضوع ان البلد معاك وان الناس كلها جاية تزورك وان الناس كلها بتقدم لك يعني خدمات او بتواسيك او بتقول لك الف سلامة او كده، الموضوع بيفرق نفسيا ومعنويا وكل حاجة الحقيقة. فبس يعني المميزات والعيوب، المميزات ان انت فعلا بتشوف ثقافات جديدة، بتشوف ناس جديدة، بتاخد خبرة كبيرة جدا مش سهل انك تاخدها في بلدك، بتحوش شوية فلوس. العيوب ان انت بتبقى لوحدك، وحتى لو معاك ولادك ومراتك انت بتفتكر انه طالما هم موجودين معاك فانت كده في الامان، لا الحقيقة ان هم بيمثلوا ضغط عليك لان انت بتبقى محور الأسرة، فولادك ومراتك بيكونوا هم متعلقين بيك، انت اللي يعني بتعمل لهم كل حاجة بالمعنى الحرفي، انت اللي بتمثل لهم قارب النجاة، يعني هم من غيرك حرفيا يغرقوا ما يعرفوش يروحوا او يجوا، فده برضو بيمثل لود عليك وبيمثل لود عليهم ان هم كمان مش عارفين يتحركوا بحرية زي ما هم كانوا موجودين في بلدهم. فأنا اعتبر خلصت كلامي، لو في المهندس محمود يعني يحب يضيف أي حاجة. شكرا يا باشمهندس. طبعا ما فيش حاجه تضاف يعني بعد كلام اساتذتنا الكبار زي دكتور ايليا او دكتور احمد، حضرتك يا باشمهندس محمود. بس الفكره في اللي انا عايز اضيفه يعني هو ان الحياه عموما هي كيرف بينتهي، او كيرف، الكيرف ده كل واحد فينا بيوصل او كل الناس عموما بتوصل للبوزيشن ده. في ناس مثلا بتحب يكون الانكم بتاعها كبير في بدايه حياتها، بس لما يرجع وطنه زي ما دكتور احمد بيقول هيلاقي ان هو بيبدا من الصفر. في ناس مثلا لا بتبدا في بلدها الكيرف بيفضل تصاعدي 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 لحد ما في نهايه الحياه بيبقى الانكم اعلى من زميله اللي راجع من الغربه او راجع من بره يعني. بس في النهاية هي سواء كانت غربة أو سواء يعني أنت تغربت اشتغلت بره مثلا أو اشتغلت في بلدك، هو المحصلة في النهاية واحد. في ناس يعني ده بيعتمد بقى على فكرة الإنسان نفسه أو فكرة الشخص نفسه. في ناس بتحب تفضل حياتها كلها شغالة زي ده، دول اللي بيفضلوا في البلد أو بيفضلوا إن هم يفضلوا في البلد. في ناس لا يعني بتحب تكبر، يعني مش بتكبر دماغها بس خلاص هي بتفضل المرحلة في حياتها، وبعد كده لما بيحب يستقر في وطنه خلاص هو يبدأ، يعني هو مش بيرجع يبدأ من الصفر، بس يعني بيلاقي نفسه أقل من زميله اللي استقر في بلده. بس دي النقطة اللي أنا كنت حابب أضيفها يعني بعد كلام حضراتكم، والله المستعان. جزاكم الله كل خير. إن شاء الله نبدأ مع بعض الأسئلة اللي موجودة. في حد كان بيسأل هل لديكم نصائح للأشخاص اللي هيسافروا لأول مرة؟
هل في حد حابب يدي نصايح للناس اللي ناوي تسافر أول مرة؟ ممكن ممكن بعد اذنكم انا اجاوب يعني مثلا سؤال، ولو برضو يعني حد من ساتتنا حابب ان هو يشارك في الاجابات. يعني اللي سافر اول مره ممكن انا اكلم يعني كمهندس، النصيحه اتقالت لي والحقيقه دي نصيحه فعاله جدا، انه مش اول ما تتخرج تسافر مهما كانت الرغبه الملحه لان انت تسافر او انت حاسس انك عاوز تسافر، لأنك إذا سافرت بدون خبرة هيكون النتيجة صعبة، هيكون النتيجة إنك بتشتغل في مكتب صغير بتاخد أجر زهيد، مش هتعرف تعيش كويس. فلازم تاخد مثلا على الأقل 3 أو 4 سنوات قبل السفر، بتاخد 4 سنين أو 3 سنين في بلدك، هتلاقي نفسك كونت خبرة، هتلاقي نفسك فرصتك في إنك تشتغل في مكاتب كبيرة أو مكاتب كويسة أحسن، هتلاقي المقابل المادي ليها أفضل بكتير من إن أنت تسافر صفر خبرة. لكن هيكون ليها عيب واحد، إنه لو أنت وأنت متخرج هتكون سنجل، فبالتالي حرية الحركة عندك كبيرة، لكن بعد 3 أو 4 سنين غالبا يعني متجوز أو على وش جواز، فهتبدأ تقع في المشكلة بتاعت الأسرة، هاخد أسرتي معايا أو هسيبها أو هعمل كذا. فدي وجهة نظري. استاذ حضرتك، انا هضيف نقطه صغيره كده بخصوص اللي اول مره يسافر. خد بال حضرتك، اللي بيسافر على شغل او اللي بيسافر على دراسه او ايا كان السفر في حد ذاته بيزنس، يعني هي علاقه عقد ما بين صاحب الشغل وحضرتك. فتوقع حاجه اساسيه، ان صاحب الشغل ده هيديك فلوس وهيديك مرتب وهياخد منك حاجة. العلاقة هنا يعني فيها إفادة من الطرفين، وبالتالي هيئ نفسك إن صاحب العمل اللي حضرتك رايح له يعني من الآخر كده هيستنزفك ذهنيا وبدنيا. ما اقصدش كشغل يعني باي هاند، لا، انا اقصد ان هو هيديك مرتب بناء على شغل هتديهوله. الشغل اللي هتديهوله مش مجرد انك انت شغال في مكتب هندسي وقاعد في تكييف، لا اطلاقا. ممكن عشان تطلع الشغل اللي هو صاحب الشغل محتاجه، اللي مديك مرتب علشانه، ممكن تسهر بالساعات تذاكر بالمقابل عشان تقدر تلبي طلبات المكتب وسوق العمل. وبالتالي السفر ليس فكرة السفر ليست رفاهية، ولكن عشان تبدأ تسافر لازم حضرتك تاخد الموضوع جد، وتعرف ان عشان تاخد لازم تدي أضعاف. شكرا. أنا الحقيقة النت كان قطع عندي كده دقيقتين فما سمعتش السؤال، فالسؤال كان إيه بس لو حاضر أضيف حاجة؟ هو السؤال عموما، هل لديك نصائح للأشخاص اللي هيسافروا لأول مرة؟ اوكي، اعتقد اجابه المهندس محمود والدكتور ايليا كافيه، لكن انا بس عايز اقول حاجه بتحصل احيانا في دول الخليج، ان السفر يبقى على وظيفه غير وظيفتك، وتسافر مثلا على انك مش مهندس يعني في النهايه، وطبعا بيبقى صعب بعد كده تغييرها الى وظيفه مهندس، والمعامله بتبقى مختلفه، وما بتقدرش تستقطب زوجتك بسهولة، ومشاكل كتير يعني. فبنصح طبعا المهندس انه ما يطلعش الا على وظيفة مهندس، ويعرف بالضبط الراتب المناسب لوظيفته وخبراته، ولا يقبل انه هو يطلع بأي راتب لا يقدر مهاراته وخبراته، وينتظر. طبعا الرزق في النهاية بيد الله سبحانه وتعالى، لكن يعني لا، ما تطلعش إلا بوظيفتك وبالراتب اللي يناسبه يعني. وطبعا قبل ما تسافر طبعا اسأل على المكان دوت ظروفه الجوية إيه، يعني لو أنت عندك أي مشاكل صحية والظروف الجوية مش مناسبة ليك،
ما تسافرش برضه يعني، ما تسافرش مكان تاخد فلوس اوكي بس صحتك تتدهور. فيعني ادرس الموضوع وما تستعجلش السفر، لان في النهايه رزقك هيوصل لك في الوقت اللي مكتوب لك وفي المكان اللي مكتوب لك، وربنا يوفق الجميع ان شاء الله. شكرا يا دكتور استاذ محمود. اللي حابب اضيفه على كلام حضراتكم في ان فكره السفر بعد التخرج على طول هي فكره مش ظريفه، لان انت بتبقى حقل تجارب في الغربه. الفكره في ان انت لازم مهما كان يعني اتبهدلت، في مهما كان بتتعلم في مصر وبتتبهدل، ففي النهايه بلدك وسط اهلك وسط كل معارفك، مفيش حاجه يعني حتى لو حصل قدر الله حاجه سيئه عندك اللي يخفف عليك عبئك، لو في مشكله نفسيه او حاجه عندك اللي يخفف عليك. محدش يسافر غير لما يعني ياخد خبره كويسه في بلده، على الاقل مثلا لو حابب يسافر للخليج يكمل 5 سنين في مصر وبعدين يفكر يسافر، علشان الكلام اللي قاله دكتور احمد او الكلام اللي قاله باشمهندس محمود او الكلام اللي قاله دكتور ايليا، بلس ان هو يعني لازم يسال كويس على سكيل المرتبات، لان في يعني انا بحس ان في استغلال كبير، او في ايه او في دلوقتي مع تدهور العمله في مصر في ناس كتير بتفكر ايه انه يعني لو حد من الخليج بيكلمك بيقول لك طب ما هي بتساوي اكس في مصر. الفكره ان ممكن يبقى دفعتك وبياخد اضعاف اضعاف مرتبك، فلازم تسال على سكيل دفعتك، لازم تسال على المرتب المجزي ليك، ما تفكرش تحوله، او لو حد قالك ان هو مثلا بالمصري بيساوي كذا ده بيضحك عليك، انت مسافر على عمله بلد تانيه. بس ده اللي حابب اضيفه. تمام جدا. طيب السؤال التالي، ايه العوامل الأساسية في التعاقد للسفر؟ ايه أهم النقط اللي ركز عليها في العقد؟ أنا متهيألي السؤال دوت يجاوب عليه حد من المهندسين أكتر اللي هم بيشتغلوا في المجال الفعلي للعمل يعني، لأن أنا شخصيا بشتغل في التدريس، فممكن تكون إجابتي مش هتبقى شافية قوي، لكن من خبرتي طبعا من التعامل مع الناس الزملاء اللي في السكن في الشارع كده، زي ما قلت محدش يطلع يا جماعة على وظيفة غير وظيفة مهندس، والراتب لازم يكون راتب هو المكافئ لراتب دفعتك وخبرتك، مش بس الدفعة، انت ممكن تكون نفس الدفعة بس انت اشتغلت على نفسك وعندك خبرات، بتستخدم سوفت وير كتير، مطلع على اخر الكودات، نفذت، عندك خبرة عملية ونفذت اعمال وصممت اعمال كتير، فلا يعني اتكلم من منطلق قوة ان انت عندك الخبرات الكافية انك تاخد الراتب ده. ما فيش اتفاق خلاص، انتظر هيجي لك العمل في مكان تاني وجايز يكون افضل ان شاء الله. تمام يا دكتور. بس محمود راجح. انا بس عاوز اضيف نقطة صغيرة، انه احنا اتعودنا في مصر انه الموضوع شوية بيمشي ودي وبالتفاهمات، تمام. فعاوز اقول للمهندسين انه بره يعني لا، ما فيش حاجة اسمها ودي وما فيش حاجة اسمها تفاهمات، في حاجة اسمها قانون وفي حاجة اسمه عقد عمل وفي حاجة اسمها ظروف عمل. فالحاجة اللي مش هتكون مذكورة في عقد العمل انت مش هتعرف تاخدها بعد كده، ومش من حقك انك تاخدها على فكرة، لان انت ما سألتش عليها وما اتفقتش عليها. فلازم مثلا يعني مثلا على سبيل المثال تذاكر السفر، الشهر، الأجازة، بدلات الأوفر تايم مثلا، الحاجات ده كله ماشي يعني بيكون فيها تفاوض. المرتب، طب المرتب بينزل يوم كام مثلا في الشهر، هل بيتأخر أو لأ؟ في حالة إن أنا مثلا سافرت لكن ما قدرتش أكمل فأنا همشي، إيه الجزاءات أو إيه الغرامات اللي هتكون عليا؟ طيب افرض إن أنا جيت لكم مثلا الشركة والله وبعد كده ربنا كرمني بمكان تاني أحسن، طب هيكون الوضع إيه؟ يعني لازم تكون نقط كتير باينة في العقد ومتفقين عليها وواخد بالك تقرأ كل كلمة كويس في العقد، لأنه في بعض المكاتب بتعتمد على إن هم كلموك ويلا تعالى أنت هتقبض كذا خلاص أنا موافق وتروح، وبعد ما تروح طب يا جماعة المفروض إن أنا ليا مثلا الأجر الفلاني أو الحق الفلاني، لا والله إحنا ما اتفقناش عليه.
فهتحط نفسك في مشكلة. فالأفضل إن كل اللي أنت عاوزه هيكون مكتوب في العقد، وكل اللي أنت ما سجلتوش في العقد أنا مش عايزك تزعل لو ما تحققش، لأن دي أول تجربة، وإن شاء الله بعد كده تكون في تجارب أحسن إن شاء الله يعني. الحاجة اللي حابب أضيفها بعد كلام دكتور أحمد أو دكتور محمود، نقطة طبعا كل حاجة لازم أضيفها في العقد، في نقطة لازم تاخد بالك منها هي التأمين الطبي. هل المكان اللي لو أول يعني ده السؤال بتاع الأخ اللي كان بيسأل إيه الحاجات اللي أخد بالي منها لما أحب أسافر؟ التأمين الطبي لازم يعني يبقى فيه تأمين طبي، وتأمين طبي يعني على الأقل يبقى محترم، علشان هنا فكرة إن أنت تدخل مستشفيات في مصر على حسابك دي فكرة يعني مش لذيذة، لأن دي هتكلفك كتير، وكله هنا يعني كله هنا بيشتغل أو التأمين بيكفر أغلب الناس. لازم تكون واخد بالك من النقطة دي كويس. تمام يا دكتور، باشمهندس محمود حابب تضيف حاجة؟ ما هو أنا محمود. معلش يا دكتور. ايه اتفضل يا دكتور. يعني حاجة بسيطة جدا، لو في حد بيفكر مثلا في الدول الغربية، يمكن الدولنا العربية شوية مختلفة عن الدول الغربية، بس لما تيجي تمضي أي عقد أو يقطعي أو في اقتراح بروبوزال عقد عليك، لازم أول حاجة تبص عليها البينيفيتس. ايه هي البينيفيتس؟ العائد عليا من الشغل، على زي ما ذكروا الزملاء الافاضل، التامين الصحي نوعه وهيغطي قد ايه ومسؤوليته ايه، ويا ترى التامين الصحي ده تامين صحي يشمل الفيجن، يشمل الدنتال، يشمل ايه بالظبط؟ طب لو دخلت المستشفى انا هدفع قد ايه والتامين هيغطي قد ايه؟ يا ترى حدود التأمين بالظبط حدوده ايه بالظبط؟ هل هيكفر الدراجز اللي هو العلاج ولا از نوت كفرنج الدراجز؟ هل هو هيدفع 80% وانا هدفع 20%؟ مهم جدا تبقى عارف الموضوع ده، لان لا قدر الله العلاج في امريكا، لو حد بيفكر مثلا في موضوع السفر للشغل لامريكا مثلا، مكلف جدا. تاني حاجة لازم تاخد بال حضرتك ليها، لو أنا اشتغلت مع الشركة دي خمس ست سبع ثمان سنين من عمري، يا ترى إيه البنفيت العقد عليا؟ هل في مثلا زي مثلا تأمين اجتماعي هيديني مرتب بعد الخمس سنين؟ هل في مثلا معاشات هاخدها بعد الخمس ست سنين؟ هل في حاجة بنسميها في أمريكا هنا ال 450 كي أو ال 457، ده حاجة زي المعاشات؟ هل صاحب العمل هياخد جزء من مرتبي ويضيف عليه جزء من الحكومة منه؟ على سبيل المثال في أمريكا هنا بياخدوا مثلا 5% من المرتب وصاحب العمل ماتش 5%، يعني كده 10% اتشلك على جنب، يحطهم في البورصة، يحطهم في حاجة تانية. فلازم حضرتك تدور ظروف البلد ايه اللي انت رايحها، البنفيت بتاعت الشغل شكلها ايه، عشان العقد بتاعك يبقى متكامل. تمام يا دكتور. في مهندس رزق ضايف بيقول اهم حاجه بالعقد ان يكون كل حاجه مكتوبه، اي حاجه مش مكتوبه او وعد شفوي مش هتحصل عليها. طيب في سؤال برضه تاني عن هل في احتياجات خاصه لتعلم كود معين؟ يعني لو انا عايز اسافر اوروبا او اسافر الخليج، هل في اكواد معينه ممكن احتاج ان انا اتعلمها، او في حاجه معينه لازم اتعلمها؟ هو لو انا مثلا هتكلم على الامارات، فالكود الامريكي او الخليج عموما، الخليج عموما يعني، وده من ضمن الحاجات اللي مهندسين كتير بيقعوا فيها، انه انا اسافر الامارات فعاوز اذاكر كود اماراتي، وعاوز اسافر السعوديه فاذاكر كود سعودي ومش عارف كذا. لا، الكلام دوت مش حقيقي يعني، كل الخليج شغال بالكود الامريكي، أو على الأقل يعني السعودية والإمارات وقطر. طبعا في كود سعودي وفي كود إماراتي، مش كود إماراتي آسف، لكن كود مثلا في عندنا كود لدبي، كود لأبو ظبي، في عندنا كمان مثلا شوية زي إرشادات في للبلديات، مثلا لو أنت بلدية زي العين أو بلدية زي الشارقة وهكذا.
فالاساس مش ان انت تقول لي انا مسافر البلد الفلانيه فعاوز اتعلم الكود بتاعها، لا انت بتذاكر تتعلم الكود الامريكي، ولما بتسافر دولة الخليج اللي انت فيها بتلاقي بقى بعض شروط خاصة بالبلد، سواء كانت مثلا السعودية او الامارات. هنا كل بلدية ليها بتكون لها اشتراطات معينة، ما بتزيدش عن حدود 10 15 20%، ما فيش 20 يعني، حتى 15% ماكسيموم بتكون عبارة عن اشتراطات خاصة، دي بتتعلمها مع الشغل ومع البراكتس، مش بتبقى محتاج ان انت تدرس كود كامل من اول وجديد، مش زي مثلا انا درست كود امريكي فاروح اشتغل او اذاكر كود مصري، او انا مثلا درست كود مصري فهذاكر كود امريكي من اول وجديد. لا، هو كلهم شغالين بالكود الامريكي مع شوية احتياطات بس بسيطة وخلاص. تمام يا باشمهندس، جزاكم الله كل خير. طيب، في سؤال تاني، مهندس محمد بكر بيسأل عن أهمية الدراسة الأكاديمية في الوقت الحالي سواء ماستر أو دكتوراه بالنسبة للشغل. يعني هو مش بيتكلم إن هو هيكمل في المسار الأكاديمي في الجامعة، لا هو عايز يدرس ماستر أو دكتوراه عشان الشغل وفرص العمل لما يحصل على ماستر أو دكتوراه في السوق والشركات الكبيرة. هل هيلاقي فرص أفضل لو هو خد الماستر أو الدكتوراه؟ هو انا رايي في حد عايز يجاوب على السؤال ولا الدكتور ايه اللي موجود او دكتور احمد والله يعني انا شخصيا اعتقد ان في دول الخليج بيدوروا على الخبره الفعليه يعني في الفيلد اكتر، سواء كديزاينر ايه الاعمال اللي عملها وثابت الخبره اللي عنده، وفي التنفيذ برضو ايه الاعمال اللي نفذها في المواقع وكده. اعتقد هي اللي ليها الاولويه اكتر من الدراسات العليا. الدراسات العليا هتبقى ميزه لو انت ناوي تشتغل في التدريس يعني. ف ده من خبرتي انا في السعوديه، يعني لو في 2 متقدمين لوظيفه هيدور الاول على الخبره، ولو تسوف الخبره ممكن ساعتها يبقى نتكلم على مين بقى عنده دراسات عليا وكده، لكن الخبره هي اللي لها الاولويه في الترجيح مين ياخد الوظيفه. وشكرا. شكرا دكتور. انا بس هضيف على كلام دكتور احمد، هو طبعا موضوع الشغل الاكاديمي والشغل البروفيشنال او البراكتس طبعا يختلف من بلد لبلد، يختلف من بلد لبلد. يعني في امريكا مثلا هنا هتلاقي في نوعين من الماستر، في نوعين من الماستر، في ماستر والسيسز وماستر كورسز. الماستر والسيسز ده زي الماستر بتاع مصر، انك انت بتبقى شغال في الرساله بتاعتك وبتطلع بعد كده الرساله مكتوبه وتناقشها والكلام ده كله، وده بيلجأ له فعلا الناس اللي هم اكاديميين اللي هم هيشتغلوا بالتدريس. اما الماستر اللي هو الكورسز ده بتبقى ناس شغاله في الفيلد اوريدي، شغاله براكتس، وبيرجعوا للجامعه وهم شغالين. الشغل بتاعهم او الشركات بتاعتهم بتديهم امتيازات ان هو وقت الكلاس يروح الجامعه كانه في الشغل عادي جدا. بياخد مثلا 10 كلاسز متقدمين، مثلا هو شغال مثلا وات ايفر هو الشغل، شغال مثلا في البلاست ريزيستنت، بيروح الجامعه بياخد كلاسز دايناميك وبياخد ادفانس دايناميك وبياخد حاجات في البلاست وبياخد حاجات في الفايبريشن. ده في حد ذاته تقويه للشغل بتاعه، يعني هو بياخد الكلاس ده بيقويه في الشغل اللي هو ايه اللي هو شغال فيه. فما نقدرش اللي يحكم في موضوع اني اكاديمي ادرس ماجستير او ادرس دكتوراه او اشتغل، لا، الموضوع هنا شويه معقد شويه. هل انت مجرد هتدرس اكاديمي لمجرد هتعمل بحث ومتفرغ فقط للبحث؟ انت لوس يعني، هتفتقد الحياه العمليه شويه. لكن لو حضرتك هتقدر تربط الاثنين، هتقدر تربط الاثنين انك انت شغال اوريدي في المجال العملي، عندك بتشتغل في شركه او بتشتغل في المكتب استشاري ديزاين،
وبتعمل ابحاث او بتعمل ماجستير او بتعمل دكتوراه اسايد، ده هيفيدك بكل المقاييس، لانه زي ما حضراتكم عارفين الاكواد عشان تتعمل والمعادلات عشان تتعمل جايه من بحث علمي، وعشان الكود يتغير كل سنتين او كل 3 سنين برضو ابحاث ثانيه جديده هي اللي بتغير الكود. فلما بتبقى متابع الحياه العمليه مع الحياه النظريه ومطلع وبتقرا ابحاث وهكذا، بتلاقي نفسك انك انت قوي جدا في الناحيتين وبتعرف تستفاد من الناحيتين. اما نرجع لنفس النقطه، لو هتاخد مجال الاكاديمي فقط، ان انا بعمل ماجستير فقط، مش يعني هتلاقي نفسك انعزلت تماما ومش هتلاقي عندك الخبره بتاعت الفيلد اطلاقا يعني. تمام دكتور، جزاكم الله كل خير. في حد حابب يضيف؟ تمام كده، كفو في الدكاترة بتوعنا. تمام. طيب السؤال بعد كده، ايه هي فرص حديث التخرج في السفر، وايه الوجهة الافضل حاليا، الخليج ولا اوروبا وامريكا؟ حديث التخرج مصر محمود كان بيقول استنى شوية. والله انا رأيي لا، حديث تخرج يعني استنى على نفسك شوية تاخد خبرة في مصر. يعني موضوع ان هو يسافر للخليج ولا اوروبا دي يعني صعب ان حد يحددها، لانه هو يعني هو اللي بيحدد. يعني انت مثلا عاوز، يعني غالبا اللي بيسافر لاوروبا بيبقى خلاص عاوز يهاجر، مش ناوي يرجع تاني، فياخد جنسية بقى والكلام ده والدنيا تمام زي الفل. لكن اللي بسمعه انه لو هو بيفكر ماديا فاوروبا هتكون اقل بالنسبة له ماديا، لكن الخليج هيكون اكتر ماديا. يعني بل في كل الحالات ما انصحوش انه لو اول ما يتخرج يسافر يعني. طيب في سؤال جميل، مهندس محمد بكر بيقول المهارات المطلوبة اللي بتحسن من فرص سفرك لدولة خليجية زي الإمارات والسعودية وقطر. محدش بيقول عمان خالص. إيه الحاجات اللي مطلوبة في السوق بره في الخليج؟ عمان انا اعرف كذا حد مهندس يعني شغالين فيها، يعني ما شاء الله دولة جميلة وهادية جدا جدا ما شاء الله. ما شاء الله يعني. لكن هو الاشهر دايما هو السعودية وقطر والامارات والكويت، عشان كده كل الناس بتتوجه ليهم يعني. تمام. او يعني رأيي الشخصي، رأيي الشخصي برضو يعني سدتنا يعني يقولوا رأيهم في الكلام دوت، انه اهم حاجه احنا مشكلتنا عندنا بس مشكله انه احنا بنفضل في كليه الهندسه 5 سنين بنشتغل على الكود المصري. فاذا انت حابب تسافر لازم تتعلم الكود الامريكي، هي دي بس يعني دي اهم نقطه يتعلم. طبعا البرامج اللي هي بتاعت سوق العمل، فاللي هي زي لو انا اتكلم على الكونكريت، انا ما اعرفش ستيل يعني، استاذنا دكتور ايليا هو استاذ ستيل ممكن يفيدنا. الكونكريت مثلا عندنا الإتابس والسيف والساب، يتعلم مثلا ريفيت وبيم. ريفيت وبيم مهمين جدا قوي الفترة دي في الخليج يعني، فعلا فعلا يعني اللي بيعرف ريفيت وبيم زي ما بيقولوا كده بيتلقط بملقاط. فده ده حاجتين مهمين جدا، اللي هو او 3 حاجات، اللي هو اولا برامج سوق العمل كمهندس تصميم، وبرامج البيم، والكود طبعا الكود الامريكي. لو مهندس بقى مكتب فني، فاحنا معانا المهندس محمود، هو ممكن يتكلم في الموضوع ده وتنفيذ وكده يعني. هو بس الفكرة في إن أوروبا سوقها مختلف عن الخليج، فما ينفعش تجمع الاتنين في سؤال واحد. يعني ده في الأكواد أو في فلسفة الكود نفسه. الكود الأوروبي مختلف كتير جدا عن الكود الأمريكي، حتى في البرامج كمان. يعني البرامج سواء هتشتغل تصميم هتلاقي البرامج اللي بيستخدموها في أوروبا مختلفة كتير عن الخليج، يعني اللي بتستخدم في الخليج أو اللي احنا فاميليار بيها في الوطن العربي أو البرامج الأمريكية عموما اللي احنا بنشتغلها زي ساب ويتابس. هما بيستخدموا حاجات زي سوفيستيك. فكرة كمان الشهادات، لازم يبقى معاك مثلا حاجه زي تشارتر، او مش فاكر هو ده الاسم صح، بس هي دي الشهاده المعتمده في اوروبا. غير مثلا لو هتشتغل في الخليج فبيفيدك، ممكن بيعلي من البوزيشن بتاعك الاف تي اي او البي اي، لان الخليج شويه مرتبط بالثقافه الامريكيه.
الجزء بقى بتاع المهارات الأساسية عشان تلاقي فرصة في الخليج، ممكن يعني تبقى درس الكود الأمريكي كويس جدا، لأن حتى الكود السعودي، أنا هتكلم عن مجال الستيل، الكود السعودي هو متاخد يعني بنسبة مشابه للكود الأمريكي بنسبة ما يقرب من 95%، ما عدا تغيير بعض الفاكتورز المحددة. لازم يبقى معاك سوفت وير زي ده في مجال الستيل، زي ساب، اي دي اس، ستاتيكا مثلا، رام، استاد، بس هم دول. تكلا لو حابب تشتغل ديتيلر، دول يعني اللي حابب اضيفهم لسؤال حضرتك. أنا عايز تمام، بس أضيف إضافة صغيرة لو سمحتوا. اتفضل يا دكتور. هو أنا عندي سؤال عشان أجاوب اللي أنا عايز أقوله، هل الكلام عن السفر عموما ولا إحنا بنتكلم على المهندسين الإنشائيين بصفة خاصة؟ يعني لو هنتكلم على المهندسين الإنشائيين بصفة خاصة يبقى طبعا اللي قاله المهندس محمود والمهندس محمود برضه، صح ولا أنا أيه؟ الاثنين محمود المحمودان محمود برضو. كلامهم طبعا مظبوط جدا، وخصوصا طبعا بالنسبة للسعودية، بما اني بشتغل في السعودية، الكودات السعودية كلها اللي هي للخرسانة والستيل والأحمال اس بي سي 304 و6 و1 وكده، وهي بالظبط متاخدة من كودات أمريكي، سواء الاي سي اي بقى والاي اس اي سي او الكود الاحمال الاي اس اي سي، وبياخدوا اخر فيرجن من الكود. يعني مثلا الكود الخرسانه اللي هو 2018 هو بالظبط كود الاي سي اي 2014 وهكذا، يعني فلازم يكون طبعا اوير قوي بالكود الامريكي سواء هيشتغل خرسانه او ستيل. وطبعا البرامج اللي هي المشهوره، البرامج السي اس اي وكده. لكن في نقطة مهمة أنا عايز أضيفها، لازم يبقى دارس structural dynamics كويس جدا و earthquake engineering، على الأقل يكون قرأ كتاب من الكتب المشهورة في ال structural dynamics زي كتاب شبرا مثلا، لأنه كتاب سهل وسهل إن هو يتفهم. بالإضافة طبعا أنا مش عارف حاليا بيبقى فيه كورسات يعني إجبارية في ال structural dynamics في ال undergraduate ولا لأ؟ لو ما فيش لازم يتعلم الاستراكشر داينامكس، لان هو مش بس يستخدم البرنامج السوفت وير اللي هو لما يدخل احمال الزلازل، لازم يبقى فاهم القصه كلها على بعضها من بدايتها لنهايتها. هي دي الاضافه اللي كنت عايز اقولها. هو انا يا دكتور انه بالنسبه للستراكشر ديناميكس، هو احنا على ايام يعني في الكليه كان يعني غالبا بس تبقى زلازل، ما بيبقاش دايناميك، وكان الدايناميكس بندرسها في الماستر في التمهيدي، وكان في حاجه صغيره انه في الغالب كان بيدخل دكتور مثلا فيشرح لك عندك الاليمنت وبيحصل فيه فايبريشن وبيحصل فيه دامبنج والكلام ده كله، لكن ما بيربطهوش بالجزء العملي اللي هو الستراكشر انجين شغال عليه. كان دايما المهندسين يعني الستراكشر داينامكس بالنسبه لهم ماده عباره عن ديناميكا انا بذاكرها واخش امتحن وامشي، فما للاسف كان يعني ما حدش بيبقى مهتم قوي بيها، لكن فعلا لما بيتخرجوا ويشتغلوا بيكتشفوا انه الستراكشر داينامكس مهم جدا ان هو يتعلمه وان هو يربطه بالمشاريع اللي هو شغال بيها. يعني يعني المفروض يبقى في توصية للمجلس الأعلى للجامعات، المقررات اللي هي الهندسة الإنشائية لازم يبقى في كورس إجباري مش اختياري حتى للاستراكشرال داينامكس. يعني وأنا بحاول أعمل كده عندي في الجامعة، عملت كورس اختياري لكن بنحارب عشان نعمل كورس إجباري، وربنا يسهل إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله. يا دكتور إيليا اتفضل. يعني هو حبيت بس اضيف حاجتين صغيرين. يعني اول حاجه، ما ينفعش نقارن السفر للخليج بالسفر للدول الغربيه، لان لو فكرت حاجه السفر للدول الغربيه اوروبا او امريكا او اي بلد تانية، يبقى انت كده مش مسافر عشان تشتغل، انت مش مسافر عشان تشتغل، انت مسافر عشان تعيش، والفرق هنا كبير جدا.
اللي بيدور على الفلوس او بيدور عشان يحسن معيشته بيدور على الخليج. فلازم تشوف متطلبات الخليج ايه بالظبط، من حيث الاكواد، من حيث الحاجات اللي هتساعدك في السوفت وير. اما لو هتكلم على اوروبا وعلى امريكا الوضع مختلف، التعليم هو اساس كل شيء، لازم تبتدي بقى تتعلم اكتر يعني. الحاجه الثانيه بخصوص التفضل دكتور احمد، طبعا هو اثار نقطه مهمه جدا عن موضوع الكورسز في الدايناميك. للاسف يعني عندنا مشاكل كتير قوي في بلادنا، ان المناهج ما بتتحدثش كل فين وفين يعني. المناهج للاسف ما مش بتتحدث. على سبيل المثال في مصر عندنا ما زال بيستخدموا كود الستيل اللي هو من 2000 من 2001 يعني، بقى له 22 سنه. فطبعا ما فيش تحديث في المناهج، لان المنهج مرتبط بكود، والكود بتاع البلد قديم قوي، وبالتالي المناهج اوت اوف ديت يعني. الحاجه الثانيه برضو المهمه جدا اللي بنصح بيها كل المهندسين، واتمنى نقابات المهندسين في كل الدول العربيه تعملها، اللي هو الكونتينيوس اديوكيشن. الكونتينيوس اديوكيشن ده حاجه مهمه جدا 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 يعني. احنا خدنا كارنيه النقابه في مصر، وبالتالي خلاص اصبحنا مهندسين نقابيين وخلصت، او معرفش في السعوديه والامارات نظامهم ايه، ولكن في الدول الغربيه زي امريكا عشان تجدد الرخصه بتاعت البي اي بتاعتك، او الرخصه بتاعت مزاوله المهنه بتاعت الهندسه، انت بتقدم ريبورت يعني كل سنتين على حسب البورد، كل سنتين بتقول ايه هي الكورسز او ايه هي المؤتمرات او ايه هي الويبينارز او ورش العمل اللي انت حضرتها، ولازم تجمع حوالي 30 ساعه. فده من ضمن الحاجات اللي بنصح كل يعني كل الزملاء المهندسين اللي عايزين يسافروا الخليج، لازم حضرتك مثلا اي نو ممكن يبقى اكسبنسيف، بس لازم تشترك، تبقى ممبر في الاي سي اي، تبقى ممبر في الاي اي سي سي، تبقى ممبر في الاس سي اي، على الاقل بيبقى فيه ويبينارز، وبتبقى فيه ورش عمل بتتكلم عن مواضيع ادفانس، بيتكلموا على نيو ريسيرش، بيتكلموا على نيو ماتيريال. ده بيديك بعض ال 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 القوه والسترينسنج، انك انت تبني الجانب المفقود منك شويه، وتربط الحاجات الجديده والابحاث الجديده باللي انت خدته قديم والكلام ده كله يعني. شكرا لحضرتك. طيب في سؤال مهندس احمد سمير، بالنسبه للرواتب اللي بيسمحها مكتب السفر 4000 ريال، وبيتقال لهم ان 4000 ريال دول يعني 40000 مصري وحاجات زي كده. أنا مش عارف في حد من الزملاء بيشتغل في السعودية غيري يجاوب، لكن طبعا 4000 ريال لو معاك أسرتك هيبقى مبلغ قليل جدا الحقيقة يعني. السكن أعتقد أقل سكن مش هيقل عن 1500، وغير بقى طبعا الكهرباء وكده والتليفونات والإنترنت والمواصلات البنزين وأكلك وشربك وحياتك يعني. وإحنا بنقول عايزين نتعلم، فأنت ممكن هتجيب كتب تقراها وكده. لا، 4000 مبلغ قليل أوي الحقيقة. أنا خلصت على فكرة. طيب انا اضيف نقطه يعني، هكمل كلام دكتور احمد على النقطه دي بالذات. بعد اذن حضراتكم، اللي يجي له اي عقد عمل او يسمع رقم ما يضربش بالمصري يعني، بتكلم على المهندسين بتوع مصر، ما تسالش على واحد شغال في الكويت وبياخد له مثلا 500 دينار، تضرب ال 500 في 100 يبقى عندك 50000، او بياخد 1000 دينار وتضربهم بعد كده في 100 وتلاقي ده 100000 مرتبه. حضرتك بتتكلم على المرتب كجروس انكم. في بقى زي ما ذكر استاذ دكتور احمد، في عندك سكن، في عندك مواصلات، في عندك اكل، في عندك شرب، في عندك علاج، في عندك وفي عندك وفي عندك. ولو البلد دي بتاخد تاكسيز على المرتب، ده بند تاني. فبتلاقي حضرتك في الاخر اللي صفى من دول ممكن يكاد لا يذكر 10%. فلو سمحت يعني ادرس البلد اللي انت رايحها بمرتبها ده بالظبط، ما تقارنوش بالمصري،
ما تقارنوش بالمصري، ادرس البلد اللي انت رايحها وحط بند كل الفواتير قدام حضرتك كده واحسبهم وشوف اللي فاضل قد ايه، وبعد كده اللي فاضل ده اضربه بالمصري. شكرا. طيب، هو استكمالا للسؤال ده، ازاي الناس تحدد ان هو مثلا لو حد عرض عليه عقد عمل ب 10,000 ريال او 20,000 ريال او 5,000 ريال، ازاي يحدد الرقم ده مناسب ليه او مناسب لخبراته، زي الامارات او السعودية او الدول العربية يعني في الخليج؟ النقطة دي بالتحديد عشان الناس، يعني للأسف الناس بيتضحك عليها كتير ومش عارفة الرقم اللي هو سامعه أو المرتب اللي هو سامعه، سواء هو مرتب أساسي أو باكج. فالنقطة دي الناس يعني محتاجة تعرفها أكتر من حضراتكم، وخاصة الناس اللي شغالة في الخليج، يعني إزاي يقدروا يحددوا المرتب المناسب ليهم. أنا بس حابب أقول حاجة، إنه مش فكرة بينضحك عليه، فكرة إنه عرض وطلب، فلازم أنت تكون يعني ناصح شوية، إنه زي ما أساتذتنا قالوا ما تضربش بالمصري، وزي ما أنا قلت برضو إنه عشان ما يتعرضش عليك مرتب قليل لازم يكون عندك خبرة. فهو انت فعلا، انت يعني انا مش عارف، كل المهندسين مصرين على الريال السعودي، لكن هو انت فعلا خبرتك، لو انت حديث تخرج وانت خارج، هو شايفك بالمبلغ ده، تمام؟ او انت مجهودك اللي هتقدمه ما يستحملش انك تاخد اكتر من المبلغ ده. عشان كده بقول انه دايما معلش خد خبرة الاول، وبعد كده ابدأ شوف لو انت هتسافر يبقى على مرتب كام. وخد بالك انه كمان برضو المكتب، سكيل المكتب اللي انت خارج عليه هو اللي بيحدد المرتب غالبا. يعني يحدد ازاي دي صعبة ان حد يقول لك انت ممكن تحدد مرتبك ازاي، لكن بيكون بان انت بيجي لك اوفر وانت مثلا في سكيل دفعة معينة، اكيد ليك صحابك مسافرين في البلد اللي انت رايحها، فبتعرف منهم رينج المرتبات، بتعرف منهم رينج المعيشة، بتصرف كام، الكلام ده كله، وبناء عليه بتبدأ تشوف هل العرض ده مناسب أو لا. يعني خد بالك، أنت ممكن تبقى أنت مهندس مسافر على 10,000، وصاحبك نفس دفعتك مسافر على 15، وصاحبك تاني على دفعتك مسافر على 20، يعني لأنه زي ما قلت لك عرض وطلب وسكيل مكاتب ومستوى معيشة وحاجات تانية كتيرة جدا وخبرة. فكل واحد هو بيحدد سعره بنفسه، وبناء على المعلومات اللي هو بيجمعها قبل ما ياخد القرار هل هو هيوافق على العرض اللي بيتقدم له أو لا. بس ده وجهة نظري يعني. اللي حابب اضيفه في النقطه دي ان يعني الداتا بتاعت السكيل مرتبات بقت شيرد بصوره يعني ما شاء الله، ممكن على في صفحات كتير اصلا عامله يعني تقييم عادل للدفعات، ممكن تدخل تعمل كومباريزون فيها، تسال زمايلك سكيل، لو مثلا تسال زمايلك سكيل دفعتي في المكان ده كام، هصرف كام، الدنيا كده الدنيا هتبقى ظروفها ايه. فيعني الحياة بقت يعني سهلة بخصوص النقطة دي، في ان انت ممكن تسأل وتعرف، الموضوع مش صعب يعني. شكرا. طيب، سؤال تاني معلش. ناس كتير من الشباب سواء حديث تخرج أو يعني مهندسين بقالهم 5 سنين أو 10 سنين، بيفكروا طب أنا أسافر لدولة عربية وأعمل فلوس بقى، أو يعني تجي لي فرصة، ولا أهاجر مثلا ألمانيا أو كندا أو أستراليا، زي ما ناس كتير برضو يعني من أصدقائي راحوا اشتغلوا في الدول العربية مثلا، وبعد كده سابوا الدول العربية وراحوا أستراليا مثلا.
أو ألمانيا. ولكن بعد ما راحوا اشتغلوا فترة في دول عربية، ما طلعوش على طول على دولة أجنبية. دايما يعني من نقاشات يعني يقول اشتغل في دولة عربية وبعد كده شوية، مثلا لو عايز تسافر أوروبا أو ألمانيا أو أستراليا أو أنت بتفكر في الهجرة، سافر الأول دولة عربية وبعد كده سافر دولة عايز تستقر فيها كهجرة يعني. فكنت حابب أعرف من حضراتكم إيه ردكم على الموضوع ده. أنا ممكن يعني أقول رأيي برضو، مش عارف هيكون صح أو خطأ، لكن الهجرة بره بيكون ليها بعض ملاحظات تانية. يعني إنه الثقافة، يعني مثلا أنت لو بتسافر الخليج فما زلت جوه بلاد عربية نفس الثقافة تقريبا مع اختلافات بسيطة، لكن إذا أنت سافرت أوروبا أو أمريكا أو كده فبلاد أجنبية ثقافات مختلفة تماما. مش عارف الثقافة اللي بتدخل نفسها جوه أو بتتعلم للأطفال مع المدارس، هل هي هتتوافق مع فكرك وثقافتك أو لأ؟ فالله أعلم. يعني ما سافرتش أوروبا حقيقة، لكن بنسمع. ف أنا في وقت من الأوقات كنت بفكر إن أنا أسافر أوروبا أو إن أنا هاجر، لكن الحقيقة شايف إنه ممكن القرار ده أنت تحتاج إنك تبص عليه كويس أوي قبل ما تفكر إنك تهاجر. زي ما قلت إنه ما تخليش إنه إن أنت في موقف معين أو في وضع معين فتفكر إن أنت خلاص أنا ههاجر مرة واحدة خلاص. يعني قرار الهجرة فعلا مش سهل، يعني محتاج إنك تفكر فيه. وأنا نصيحتي لو أنت بتفكر تهاجر، سافر الأول الخليج، شوف أنت فكرة إنك تبعد عن البلد ده مناسب كويس. آه خلاص توكل على الله بقى، إيه سافر بقى هاجر خالص. لقيته لا مش كويس، خلاص خليك في إيه، في إن أنت تعمل قرشين وترجع مصر والدنيا كده تمام زي الفل، وزي ما بيقولوا في مصر كده اتعشت يعني. ده وجهة نظري بصراحة، لأنه في أغلب الناس اللي هي بتفكر تهاجر أو بتسافر يعني بتقابل بالفشل، الله أعلم، لكن في الأغلب بيحصل كده فبيرجع، ولأنه تكلفة الهجرة بتكون غالية جدا فبيكون خسر اللي وراه واللي قدامه. فخدها ستيب باي ستيب، شوف أنت الأول سافر بره مصر، شوف الوضع، السفر عاجبك، الدنيا تمام زي الفل، خلاص خد النكست ستيب. يعني ده هيكون أأمن ليك في موضوع ان الفلوس اللي تخسرها ما تبقاش كتير، وانك تكون فعلا قدرت تحدد هل انت ناوي تكمل بره خلاص ولا لا. والله انا كمهندس فلان مثلا، لا محتاج ان انا لا خلاص هرجع مصر وارجع لاهلي وبيتي والكلام ده اصلا. أنا بس بصفة إن أنا عايش بره دلوقتي، يعني ممكن أضيف على كلام المهندس محمود. طبعا قرار السفر للخليج أو الهجرة يتوقف على كل واحد وخطته إيه، ليه عايز يسافر، ليه عايز يسافر. لأن السؤال كلمة، لو عرفت تجاوب أنت على السؤال ده هتعرف تحدد تهاجر على طول ولا تروح الخليج. في أصحاب كتير جدا عندي، أصدقائي في الخليج قعدوا في الخليج حوالي 20 سنة وبعد كده جم أمريكا. أقول المميزات وأقول العيوب. في بعض من الزملاء على طول جم من على طول على أمريكا. في بعض من الزملاء جم على الخليج واستقوا في الخليج، ويعني برضو لهم خبرتهم. هقول الثلاث حاجات دول بسرعة. أول حاجة، واحد عايز يهاجر يجي امريكا، انا هاخد امريكا كمثال على اساس ان انا عايش في امريكا. واحد اخد يعني على طول هاجر امريكا في سن صغير، ابتدى ما عندوش اي ريسبونسابيلتي، سوري، اتبهدل اتلطش، مع الوقت ابتدى يتعلم،
عارف نظام البلد، فهو سنه صغير في صحة، ابتدى يوصل فترة بفترة بفترة حد مثلا ما ربنا كرمه وابتدى الأمور تتظبط معاه في أول 5 سنين 6 سنين 10 سنين، مسك الوضع بتاعه مسك شغله خلاص، هو كده إيه أصبح متأقلم على هذا الموضوع. واحد تاني من زمايلنا قعد في الخليج مثلا حوالي 15 سنة، هو سافر على سن 25 على سن 45، فكر في الهجرة جه أمريكا على سن 45. الثقافة مختلفة، اللانجوج مختلفة، الحياة كلها مختلفة، عنده أسرة عنده عياله كبار في السن من المدارس مش عارفين يتأقلموا معاها باللغة والثقافة و فهنا أصبحت مشكلة بالنسبة له وليست الطموح له. بالإضافة إلى هو أصلا مش يعني كان شغال في الخليج حاجة وهنا عايز يدور على نفس الحاجة، طب أنت ما عندكش الإكسبيرينس بتاعة اليو إس، طب هتشتغل إيه؟ هيبتدي بقى يدور بعد كده ويذاكر من أول وجديد فالتشالنجينج هنا والصعوبات أكتر. زمايل لينا برضو راحوا الخليج مثلا بقاله 15 20 سنة في الخليج ومش عارف يهاجر ولا عارف يرجع مصر مثلا، هيقول لك أرجع مصر أعمل إيه؟ أنا عملت شوية فلوس عايز أعمل مشروع في مصر، الخليج مش بيديني جنسية ومش عايز أرجع مصر أتبهدل مع العيال. فهي للأسف مجموعة من العوامل تتوقف تختلف من كل أسرة لأسرة. في ناس بتدور على الثقافة وهل عيالي هيتربوا في ثقافة غربية وما نسمعه عن الثقافة الغربية تماما مختلف تماما عن الواقع اللي احنا عايشين فيه، عشان أكون صريح وبمنتهى الأمانة، عشان أكون صريح وبمنتهى الأمانة، ما نسمعه في الأفلام والمسلسلات والميديا عن ما يحصل في أمريكا كلام ليس له للواقع بشيء. في بلاد في أمريكا زي البلد اللي أنا عايش فيها تقدر تقول كده زي بنظام الصعايدة في مصر بالظبط كده. يعني اللي أنا عايز أقوله، شوف أولوياتك، لو أولوياتك الثقافة، لو أولوياتك العبادة، لو أولوياتك الفلوس، لو أولوياتك الأسرة، وبعد كده اختار اللي يتناسب معك على حسب احتياجاتك. يعني شكرا. الحقيقة أنا متشكر جدا لحضراتكم يا دكتور أحمد ودكتور إيليا والمهندس محمود، يعني الحقيقة استمتعنا جدا باللقاء معاكم، و يعني أتمنى إن شاء الله إن إحنا يعني نتقابل في لقاءات تانية إن شاء الله بإذن الله، ويعني الحقيقة استفدنا جدا جدا من خبراتكم وآرائكم، شاكر جدا لكل المهندسين اللي شاركوا معانا، شكرا جزيلا. ربنا يبارك وبالتوفيق للجميع ان شاء الله، واحنا اللي استمتعنا بوجودنا مع الدكتور ايليا ووجودي مع الدكتور احمد ومع حضراتكم مع كافة المهندسين، يعني بالتوفيق للجميع. احنا اللي سعدنا بوجودنا مع الشباب ونتمنى ليهم التوفيق ومزيد من التقدم والنجاح إن شاء الله. شكرا لحضراتكم وشكرا للزملاء ان هم استضافونا الفترة دي، واتمنى يكون يعني كلامنا ما كانش تقيل ولا كانش مزعج، ولكن الواحد حب يوصل اللي هو مر بيه بمنتهى الأمانة، واتمنى التوفيق لكل الزملاء ان شاء الله. شكرا دكتور احمد ربيسي ودكتور ايليا ومهندس محمود راجح ومهندس محمود فتحي، شكرا على المعلومات القيمه اللي نشرتوها للناس، وان شاء الله يستفيدوا منها باذن الله ومن خبراتكم، وجزاكم الله خير، وان شاء الله نلتقي في محاضرات قادمه باذن الله. جزاكم الله خير.